بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا بقى نسمي الله كده. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا فيديو النهاردة بقى مفاجآت مفاجآت مفاجآت. طبعا هنطمن الاول على حبايب قلبي. طبعا الناس اللي بتقول لي يا ندى ما تمسكيش الحمام، ما تمسكيش البتاع دوت الارنب الصغننة، فانا عايزه اقول لكم ان انا بسم الله بسم الله اللهم بارك. انتوا تحت قوي كده بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا الارنبه دي الكبيره الام هي اللي ولدت وهي متعوده عليا. وبعدين انا برضو قبل ما امسكهم كده فانا شممتها ايدي. بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله اللهم بارك. تعالى بتفركوا ليه جعانين صح؟ بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله اللهم بارك. ده اطمنا عليهم زي ما هم كده. تعالوا نسمي كده بالله ونخش نشوف الزغاليل بتاعتنا النهارده بقى. فيديو روتين الروتين بقى. يا نهار ابيض نسيت 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 نسيت. طب بعد اذنكم الكل. طب سيبوا شويه للحمام سيبوا شويه. نهار ابيض ده لو الكلفه كلها كويس ان احنا ايه. طب كلوهم بقى. بصوا الفين حبه كلفه كده حبه للحمام. لا خليك عندك بقى عيب كده تعملوها فيا بقى. انا داخله اطمن على ارانب وتعملوها فيا. يرضيكم كده بقى انت بيه يرضيكم كده. تعالى خش انا هخفي الجردل ده خالص هخفي. بص البتاع ده مش عارفه كل ما اسد له الحته دي كده يقعدوا ينقروا فيه برضه. ارفع الجردل ده هنا بس كده. تعالوا برضه نجيب الجرسيم عشان هيدهولوا بيه الدنيا بره. وانتوا خليكم بقى يعني ايه كل شوية الكلفة وتعالوا لنا جوه. يلا بألف هنا وشفاء. هما اللي ياكلوهم أحسن منكم. يلا ما شاء الله يلا خلصوا تعالوا لي جوه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نسمي الله كده. بسم الله ما شاء الله. هنسمي الله كده ونخش على الزغاليل بتاعتنا نشوفها ونطمن عليها. طبعا كويس ان في كيس كلفه تاني هنا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله نسمي الله كده ونخش نطمن. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله. يا اختي يا صغنن انت يا اختي يا صغنن. الحلويات والجاتوهات دي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله. واكلين وشبعانين اهو ما شاء الله. بس مش عارفه بيضه السمان دي هتخرج امتى يعني انا مش عارفه. ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله اللهم بارك. مش عارفه بيضه السمان دي بقى هتخرج امتى ولا مش هتخرج يعني. هي مش عارفه حتى ما فيش اي علامه خالص ان هي تنقر مثلا ولا حاجه.
وانا خايفة اعمل فيها اي حاجة. حطها زي ما هي زي ما انت يا حاجة. بسم الله اللهم بارك. بسم الله. نشوف برضو البيضة اللي هنا. بسم الله برضو مفيش اي علامة فيها بالنقر ولا اي حاجة. اهو مش عارفة بقى يا جماعة ايه هيبقى البيض حلو ولا وحش. اهو بس هو الحمد لله يعني البيض دافي الزغاليل بترود عليه. فهنشوف لسه بقى الدنيا هترسم معانا على ايه في البطين دول. ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الطعورة بتاعته بتاع امبارح عملت قشرة ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. طبعا احلى مفاجأة النهاردة بالزغاليل ما شاء الله اللهم بارك. انا بس عايزة احط الزغلول جنب البيضة عشان يرقدوا على البيضة يلفوها. نجيب لهم ميه بس مؤقتا كده هم قدامهم الكلفه. صراحه طول ما عندي زغاليل ما بحسبش بالمقدر كده ان انا احط اكل مرتين بس. صراحه كل ما بطلع الاقي الاطباق فاضيه قدامهم كده فانا بحط اكل للامانه يعني. فعشان كده كل ما اطلع الاقي الاكل موجود قدامهم. نجيب لهم ميه بس كده لحد ما نشوف هنعمل ايه بقى مع باقي طيورنا. بسم الله اللهم بارك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك. طبعا ان شاء الله يعني نلحق كده ربنا ييسر لنا الحال ونلحق قبل ما اي حمام عندنا يبيض تاني. نجهز العشه بتاعته. بسم الله. ان شاء الله اللهم بارك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. العشة طبعا عايزين ننضفها ونرش كده نبدر مطرح الزغاليل اللي خرجت دي. بسم الله اللهم بارك. بسم الله. تعالوا بقى نطمن على باقي طيورنا عشان بصوا بقى هفصل معاكم وهنبدا بقى ايه روتين المرمطه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. انا مش عارفه الفرخه دي يوم حلوه ويوم مش عارفه نفس الفرشه ومش عارفه بس صراحة الجو اليومين دول ساقعة جدا جدا جدا. والحمد لله يعني عايزة اطمنكم على الفرخة اللي كانت معنا تحت. الحمد لله ولله الحمد ربنا ريحني منها. اتكلت الى الله اتكلت الى الله كده ايه توفاها الله. الله ريحتنا وارتاحت طبعا لان انا عملت خطأ شديد معاها جدا ان انا فضلت اديها مضادات حيوية لحد ما اهلكتها اهلكت الفرخ نفسه فهو ما قدرش يستحمل وكان ضعيف فربنا كرمه يعني وريحه مننا. انا اطمن على السمان بتاعنا برضو النهارده هنفتح كده الطيور كلها هننظف روتين نظافه بقى النهارده كده. بسم الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. بسم الله اللهم بارك ما شاء الله. بسم الله اللهم بارك. تعالى برضو ايه نحب ناخد نبذه كده عن كل حاجه ونطمن عليها وبعدين نبدا الروتين بقى. بسم الله ما شاء الله. وانا برضو هننضف لهم الدنيا كده برضو ونغير ايه الدنيا كده. انا نفسي دول يشدوا حيلهم قوي لاني عايزه محتاجه السلاكه في في. بسم الله اللهم بارك. كده اطمنا بقى على كل طيورنا. نبدا نسمي بالله كده
طبعا عايزه اعمل لهم الخلطه الاول عشان هفضل هروق وهعوق جدا جدا على السطح. عايزه اروق واحط لكل حاجه ايه كده تصبيره ياكلوا لحد ما نظبط الدنيا. ايه ده، انا شايفه ان الوزه دي بتعرق، ده الدكر، الدكر اللي بيعرق. لا ازعل جدا جدا جدا. حاسه ان رجلي تعبانه شويه، تصدقوا ممكن يكون من الرومي، اتخانقوا هو والرومي ولا حاجه في الاوضه لما بيبيتوا مع بعض، فانا كده هضطر ان انا اعزل الرومي خالص عنهم. باين جدا على رجليه. هننزل بقى كل اللي على العشش، على العشش كلها هنروق بقى روتين جامد جدا جدا. شايفين كل اللي على العشش ده هنزله جوه وبره، هنروق الدنيا كده النهارده ان شاء الله، عشان ربنا يكرمنا كده ونبتدي على نظافه بقى، نفوق للحاجه اللي عندنا كده. خلاص كفايه خسائر، نسمي الله ونبدا الروتين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عملنا لهم تصبيره كده بسيطه عشان طبعا ايه الطيور مش هتفضل رايحه جايه ورايا كده وهم جعانين وانا بروق في السطح، فانا عملت لهم تصبيره بسيطه كده من البطاطا والبرسيم، حط لهم ياكلوا ويصبروا كده مع نفسهم وانا ابدا شغل بقى. بسم الله اللهم بارك. ما شاء الله اللهم بارك. كده تقريبا كل الطيور كلها موجوده معانا اهي بتتصبر، هما كده كده اصلا صبروا نفسهم بالكلفه بتاعه الحمام، وبرده فاتحه على الارانب زي ما شفتوا في بدايه الفيديو. ما شاء الله اللهم بارك اهي. طبعا كده معانا الفراخ اللي في السلاكه واللي في العشه والسمان، دول اللي عايزين نحط لهم اكل. بس انا طبعا هبدا بالعشه بتاعه الفراخ ديت، هحط السلم معايا اهوت هحطه، هبدا اطلع اجيب كل اللي فوق العشه دوت عشان عايزه انزل كل اللي على العشه وانضف العشه من جوه واحط لهم الاكل بقى على نظافه. وعايزه كمان اطمنكم على الوزه اللي راقده، انا حطيت لها ميه واكل. انا كده معايا الاكل اللي انا جايباه معايا، عيش ورده، حطيت لها عيش على رده وغيرت لها الميه وهي ما شاء الله قالت اهي وراحت رقدت تاني. ما شاء الله اللهم بارك. فانا دلوقتي هسمي الله كده واحط السلم، ولا ايه رايكم نحط حبه علف للسمان ونحط حبه علف برضو للكتاكيت اللي عماله تنده لنا ديت. معانا العلف اهو، هنحط لهم بس ايه حاجات بسيطه كده تصبيره عشان بس الطيور بتاعتنا. جعانين موت. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تصبيره بقى ايه يصبروا على ما نروق باقي السطح بره. طبعا ان شاء الله لو لحقت هنضف لهم برضو السلكه دي النهارده، بس ما عنديش نشاره هحط قش. القش اللي عندي دوت هو مش هيبقى فيه قش، لان انا هشيل القش اللي مع الكتاكيت واللي في السلكه في الدورين، وباقي القش اللي هنا هحاول اوزعه على الطيور اللي عندي بدل النشار. ما شاء الله هملى لهم بالمره السقايه ديت. ثواني بس ايه نجيب لكم حبه ميه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اخيرا استغنيت عن الزلط، شلته اخيرا، جمدت قلبي كده يعني. ما شاء الله شايفه حجمهم حلو يعني، ما شاء الله اللهم بارك. كده السقايتين اهو ما فيهمش اي زلط خالص الحمد لله يعني اخيرا. الناس يا جماعه اللي كانت بتسالني بتقول لي الفراخ البيضة اللي عندك في خلال الفيديو اللي شفناه الفيديو اللي فاتت دي فراخ ايه؟ دي مش فراخ يا جماعه. انا بس ده بعتذر لكم ان انا اصلا يعني المفروض ان انا كل فيديو اجي افتح عليه كده نقول نطمن على السمان بتاعنا، نشوف السمان، مع اني تقريبا بقوله يعني. فممكن اللي كانت سالت السؤال دوت انا ما كنتش ذكرت اسم السمان خالص، ممكن يكون ذكرت حلويات جاتوهات، فهي عشان كده سالت. عايزه اقول لكم ده طائر السمان يا جماعه اهو، ما شاء الله اللهم بارك، طائر السمان العسل بتاعنا. في اكل بقى وانت
طائر السمان يا جماعه، العسل بتاعنا اهو ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله. انت هتسيبيني هتقعدي تصوري فيها كده وانا عطشان وجعان؟ ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله. احنا حطينا له كده تصبيره، نقفل عليه بالميه بكل حاجه، وهنحط برده تصبيره للكتاكيت بتاعتنا. بسم الله. كده كده هننضف لهم برده النهارده، بس ادعوا بس ايه نلحق. بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انتوا مش عندكم اكلكم هنا؟ شافوا الاكياس في ايدي هيتجننوا. بص انا عندي الشوق صراحه، هي عرفت ان انا همسكها، عندي الشوق ان انا امسك دي، تعالي تعالي امسكها. صراحه عندي الشوق ان انا امسكها كده واقيسها، اشوف الرابط يعني تفتح للبيض ولا لا. ايه للاسف الاخت لسه قدام يعني لسه يا دوبك فاتحه قرطين بالعافيه، مع ان شوفوا وشها، اللي يشوفوا وشها ما شاء الله يقول ان وشها مطشطش كده احمر، ان هي هتبيض، بس للاسف انت سلمت نمر ليه يعني. يلا انزلي بقى عشان تحرموا تيجوا تقفوا جنبي. يلا ما شاء الله، وانتوا تمام صبرتوا. هنسيبهم بقى دلوقتي، بس هشيل اولا شنطه العلف دي لان اتلدعت طبعا منه، هيفركوها كلها كده. طبعا صبرنا كله طيورنا. هبدا بقى ايه، طبعا مش ناقص غير الكتاكيت بتاعتنا اللي هنا، هبدا انضف، يمكن انضف العشه كمان من جوه الاول عشان احط لهم الاكل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا باسف وانا بقول لكم ان انا النهارده هضطر ان انا انضف العشه الجميله ديت وانتوا فيها، يعني طبعا مش هينفع ان انا اطلعهم بره، اضطر ان انا انضف العشه وهم موجودين. الجو ساقعه وانا ما صدقت ان انا طلعت النهارده ما لقيتش حاجه ميته، يعني الحمد لله ولله الحمد. بصوا مع ان بصوا ده حاسه ضعيف قوي اهو، فاكرينه بتاع امبارح اهو، بصوا ضعيف قوي 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 ومش واكل. عايزه اقول لكم ان هو مش واكل خالص، بصوا زي الفراخ الثانيه ما شاء الله، لا ده مش واكل خالص. فهو كده يعني والله الواحد ما عارف يعمل ايه، الواحد مش عارف يعمل ايه، الواحد احتار جدا. سلم الله بقى كده. طبعا هطلع القفص والحاجه بره.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده زي ما انتوا شفتوا معايا من خلال الفيديو انا نظفت العشة، بس هو كان ناقص حاجة بسيطة بس مش عندي. لو عندي الجير مطفي يا سلام، بصوا بيعزل الرطوبة بطريقة فظيعة ويبقى كويس جدا، بس للأسف مش عندي مؤقتا. يعني على ما نجيب كده غيرنا الفرشة، نظفنا القفص، نظفنا كل حاجة، وكمان عندي يود اللي وريته لكم حطيت منه في المية 2 سنتي على اللتر، سنتي عفوا على اللتر، وكمان طهرت بيه الاواني بتاعت الاكل اللي هو اليود. طبعا عندي الخلطة بتاعتنا بتاع الاكل النهاردة العلف، وشايفين البصل الاخضر اللي هو الموسم بتاعه بقى اليومين دول. بصوا خدت الورق بتاعه كده وقطعت لهم على ردة على عيش، دي الخلطة بتاعتنا. بسم الله بسم الله ونخش نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. عيش وعلف وبصل الخلطة بتاعتنا ايه؟ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اللهم بارك. البصل فاتح للشهية ومضاد حيوي. وكمان اليود طهرنا بيه زي ما انتوا شايفين كده الاواني وفي المية، وكمان جايبه لهم رفع مناعة كل 12 ساعة سقوة فيها مضاد، فيها رفع مناعة وسقوة فيها اليود 1 سنتي على لتر المية، وان شاء الله يكونوا كويسين وبخير كده ان شاء الله. بصوا ده اللي كان منع اكله اهو. بسم الله ان شاء الله يكون كويس كده وبخير ان شاء الله ان شاء الله. اللهم بارك. كمان فرشت لهم فرشة على القفص كده عشان كانوا مبهدلين الدنيا. انا معايا كمان باقي من الخلطة اهو حبة كتار اهو، بس طبعا هيبهدلوا الدنيا لو حطيت كله كده، يقعدوا ينكشوا فيهم يدلقوه. هخليهم ياكلوا في دول كده، انزل هزود لهم الباقي ان شاء الله. بسم الله اللهم بارك. بسم الله